صباح الخير مشاهدينا. بعدنا مكفيين مع برج القوس، واليوم راح أخبركم عن صفات الرجل من برج القوس. الرجل من برج القوس إنسان متفائل لدرجة الثقة العمياء بالناس وبظروف. بيتميز بحيوية كبيرة وروح رياضية بتخليه يتقبل الخسارة. محظوظ كتير بالرغم من كل الصعوبات يلي معقول تواجهه. بينتقدوه المحيطين فيه على خشونته وعدم لباقته بالتعامل، بس بيسمحوه دغري بسبب طيبة قلبه. بيخاف من الزواج وبينفر منه، وبيحب المرأة يلي بتعطيه ثقتها الكاملة ويلي ما بتغار وما بتتذمر. كريم كتير وخاصة مع زوجته وأولاده. تروني بكرة تخبركم عن صفات المرأة من برج القوس، وهلا بلش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل. بتتمتع اليوم بسرعة بديهة وقدرة على استيعاب وتحليل الأمور بذكاء. ممكن تحقق ربح مادي بيساعدك على الانطلاق بمشروعك. شعبيتك عم بتزيد وعم تجذب الآخرين إلك أكثر وأكثر من خلال تصرفاتك المميزة. برج الثور رح تلاقي حالك أمام ظروف مربكة اليوم بتحزنك بعد التطورات، فحاول تخفف عنك الأعباء وما تقبل بضغوط إضافية. هاليوم مخيب للأمل، ابتعد عن اتخاذ القرارات وأعطاء وعود للآخرين. برج الجوزاء انتبه من النهار، رح بتواجه عرقيل ومصاعب كثيرة بعملك. كون هادئ تتخفف المشاكل يلي عم بتواجهها، واطلب مساعدة من أحد الأشخاص تيوقف حدك ويخفف الضغط عنك. أما عاطفياً، شارك الشريك بكل الأفكار يلي عم تمرق برأسك. منكفي أبراجنا مع برج السرطان، تتداخل قضايا مهنية مع أوضاع عائلية، الأمر يلي بيثير استياءك وبيحاول بعض استفزازك أو وضعك بموقف حرج. المهم إنك ما تعصب وتقوم بتصرفات خاطئة، كون مسالم حتى تتغلب على أفعالهم. برج الأسد، الأمر يلي كنت عم تهرب منه بالماضي عم بيتكرر هلأ. شكوكك وتساؤلاتك عم بتزيد، وحاسس حالك بحاجة للحرية ولوقت تهتم فيه بنفسك تتخلص من حالة الضيق والانزعاج يلي عم بتعيشها. فتجنب المواجهة مع أحد زملائك بالعمل. برج العذراء، ما تضلك تحاول توصل لنتائج من الصعب والمستحيل تحققها. طلع على المستقبل، ما تردد بأخذ المبادرة بعملك حتى لو كنت جديد، فهالأمر ممكن يعطي انطباع حلو عنك لرؤسائك. برج الميزان، بالرغم من التوتر المسيطر بتميل لبعض التنازلات يلي بتسهل عليك اتخاذ القرار وحسم الأمور. ناقش مشاكل الشركة مع رؤسائك تقدر تتخطى الصعوبات وتحقق طموحاتك. أما عاطفياً، حافظ على الشريك يلي عم بيضحي كتير كرمالك. برج العقرب، تلتقي اليوم بصديق قديم كنت على خلاف معه وبترجع تحسن علاقتك فيه. بتخصص نهار للراحة لتمضية وقت حلو مع عائلتك وأولادك. أما أمورك العاطفية عم تتحسن والثقة بينك وبين الشريك عم بتزيد. برج القوس، استغل هالنهار المليء بالحيوية والنشاط وعرض أفكارك وساعد الآخرين تيوصلوا أفكارهم. ممكن يخيب أملك اليوم من زميل كنت توثق فيه ثقة كبيرة. أما عاطفياً، عبر مع مشاعرك أكثر للشريك وحسسه أكثر بوجودك حده. برج الجدي، الحظوظ توقف حدك ومن الصبح عم تسعى تقوم بحركة بمحيطك، فأنت متفائل وابتسامتك ما بتفارق وجهك. عندك الكثير من الالتزامات العائلية يلي لازم تقوم فيها قبل ما تقضي وقت ممتع مع أصدقائك. برج الدلو، تأثير المحيطين فيك عليك عم بيخليك تتسرع وتغلط باتخاذ قراراتك. أنت بحاجة إنك تطلع على خبرة الأشخاص يلي لهم علاقة بمجال عملك تتنجح بتحقيق بعض التقدم. انتبه على مصروفك، فممكن تواجه أزمة مالية قريباً. نوصل لآخر برج، برج الحوت، تجنب التوتر قد ما فيك. هالنهار بيحمل لك بعض المتاعب، لازم تناقش المواضيع المهمة بالعمل تتفادى الوقوع بالأخطاء. أما عاطفياً، ما تتسرع لأن عامل ثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك دائماً موجودة بيناتكم. بالنسبة لمولود اليوم، فبيكره الخيانة وما بيسامح إذا حدا خانه.
بحب القراءة والمطالعة ومناقشة الأحداث والمستجدات. كريم مع الآخرين وصاحب حركة دائمة، بخاف من الفشل كتير، جذاب وأناقته وأسلوبه بالكلام بيلفتوا المحيطين فيه، بحب الخير ومساعدة الضعفاء. من مواليد اليوم ممثلة الأمريكية كاثرين هيجل. ولدت كاثرين عام 1978 بالولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت عالم السينما عام 1992 من خلال فيلم ذات نايت. بدأت شهرتها بعد 13 سنة بدور الدكتورة إيزي، أحد أدوار البطولة بالمسلسل الشهير كريز أناتومي، يلي أهلها للحصول على جائزة أمي عام 2007 لأفضل دور مساند. من أبرز الأفلام يلي مثلت فيها وأشهرها The Ugly Truth. هول كانوا توقعات الأبراج لليوم مشاهدينا. بريك صغير ومنكفي من بعده MTV Live.